السنوات الاخيره كاين هناك الحق ارتفاع، مي بصح لو كنقارنوه مع واش موجود رانا بعاد بزاف على الارقام. ولهذا اولا لازم عصران التامينات خاصه الفلاحيه، لازم نموذج جديد ثاني ضد الكوارث الطبيعيه، وكل شركات لازم تخدم وتفعل في هذا الاطار. لا نظن باللي التامين الفلاحي خاصه في بعض الشعوب ضد بعض الكوارث لازم يكون اجباري. اولا لازم نقصوا شويه على الدوله، ولازم ثاني شركه تامين تدخل وتساهم هي ثاني في هذا الموضوع. ونظن باللي الدوله راهي تدعم الفلاحه، باش تدعم الفلاحه نظن باللي التأمين لازم يكون إجباري خاصة في بعض الشعوب. رانا نشوفوها في السنوات الأخيرة المشاكل اللي راهي تصرى ضد هذه الاضطرابات في الجفاف ولا في الفيضانات، كل الدعم الفلاح راهو يخدم بعد كي يجيه كارثة واش يدير. نظن باللي لو كان عقد تأمين نظن باللي أولا نجاوبوا في أقرب وقت، ونسويوا الوضعية تاع الفلاحين ثاني في أقرب وقت. لا نظن كاين شعوب أساسية نظن تكلم عليها سيد الوزير الفلاحة، منها الحبوب، منها الحليب، بزاف شعوب نظن تكون من شعوب الهامة اللي تغطيتها بمنتوجات فلاحية خاصة. إلى يومنا هذا رانا في 25% من نسبة الفلاحين، وإن شاء الله ما يكونش نقارنوها بثلاث سنوات الأخيرة، رانا لعبنا دور كبير خاطر كان ما يتجاوزش 10 وقيل 8 و10 بهذه 3 سنوات، كان رغبة ثاني في التأمين الفلاحي من عند الفلاحين.